أولا مرحبا بك وأهلا بك في عمان وفي مسقط. أنس العلوش هو مدير الاتصالات والعلاقات العامة في المجموعة العمانية للطيران هنا في مسقط. المسار ديالي بديته في قريت في الأخوين في المغرب، ومن بعد كملت في أمريكا واشتغلت في أمريكا في المجموعة ديال الطيران ديال كونتيننتال إيرلاينز، من بعدها في برادا ومع بعض الشركات في الفاشن. بعد ذلك دخلت مع فيرجن جروب، والفيرجن جروب في أوروبا كنت المدير العلاقات العامة ديالو في أوروبا، وبعدها جيت لهنايا للمجموعة العمانية للطيران. الحقيقة أنه أول ما جاتني الفرصة أني نجي للمجموعة العمانية للطيران وافقت بسرعة، لأن أنا كنت كنجي لعمان من زمان وكسائح، وكنعرف عمان وكنعرف على طيبوبة الإنسان العماني وعلى طيبوبة الأشخاص العمانيين والناس العمانيين وعلى جمال البلد. كنعرف بأن مثلا أصدقائي وعائلتي كيعرفوا بزاف ديال البلدان هنا جوار عمان وما كيعرفوش عمان، إذن لما بحكي لهم عليها كيبقوا يقولوا لي لا يمكن ما شفناش هاد الشيء. وهذه كانت الفرصة بالنسبة لي بأنني جيت واكتشفت. والحقيقة المشروع العمان المجموعة العمانية للطيران مشروع جميل، لأنه هو فيه استثمار مهم بالنسبة للحكومة ديال السلطنة هنايا في الطيران، في مجال الطيران، وفيها ثقة لتشجيع هذا المجال ولتنميته، لأن احنا عارفين بأن في المستقبل كيف ما تعرف إياطا اللي هي المجموعة الدولية للطيران تقول بأن أوروبا هيكون عندها نمو في الطيران بالنسبة 2.3%، أمريكا 2.3%، ولكن الشرق الأوسط غادي يكون عنده 5%، وأحسن من هذا أفريقيا غادي تكون عندها 5.9% ديال الجروث، يعني ديال النمو ديال الطيران. يعني في أعداد كبيرة جدا اللي جاية، وعندنا أرقام كبيرة للمسافرين اللي غادي يكونوا ما بين أفريقيا وما بين آسيا وما بين الشرق الأوسط. إذن بحكم الموقع ديال عمان كنقطة توصل بين هذول الثلاثة، غادي يكون مستقبل إن شاء الله مهم جدا للطيران هنا في عمان، وغادي يساعد النمو والحركة التجارية للسلطنة كلها. انت شفتي هاد اليومين افتتاح المطار، وشفتي المطار الجديد اللي احنا فخورين به، واللي السعه ديالو كتستوعب 20 مليون سائح، وان شاء الله هناك برامج جديده كبيره بالنسبه للطيران العماني، وكاين استثمارات اللي مهمه اللي غادي تزيد بالطيران العماني للقدام. الخط الدار البيضاء ومسقط من أحسن الخطوط اللي عندنا بالنسبة للشحن الجوي. كل يوم تقريبا يكون عندنا 15,000 إلى 17,000 طن يوميا على هذا الخط. إذن وحنا إن شاء الله في فترة الذروة كنتمناو بأنه يوصل لعدد يومي هذا التعداد يومي. هذه فرصة للاستثمار المغربي أنه يجي يكتشف الفرص الاقتصادية الموجودة في عمان، وكمان فرصة بالنسبة للإخوة العمانيين باش يكتشفوا الفرص اللي موجودة في المغرب ولتنمية التبادل التجاري. وهذا هي تبادل الصداقة وتبادل التعارف كبير جدا ومعروف، وأنا نقول لك أنا عشت بزاف ديال المدن بزاف ديال البلدانات وعمري ما حسيت بهذا الترحاب وهذا الحب وهذا كمغربي على برا مثل ما كنحس به هنايا في السلطنه. الناس كيف ما قلت لك اولا طيبين جدا ومن اطيب خلق الله، والكرم
من شيمهم ويعني ومعروفين به، وحبهم للمغرب والمغاربة يعني هذا معروف من زمان ماشي جديد. الفرص بالنسبة للمستثمرين المغاربة متعددة، لأن كما قلنا من قبل الخبراء كيتوقعوا بأن غادي يكون نمو كبير جدا في هذه المنطقة بالنسبة للمسافرين وبالنسبة كمان للتبادل التجاري. بحكم الموقع ديال سلطنة عمان قريب من الهند وقريب من الصين وقريب من آسيا وقريب من أفريقيا كمان من جهة ديال ويست أفريقيا، هذه كله إيست أفريقيا كله قريب منا. إذن بحكم هذه المنطقة الجغرافية وبحكم كل التساهلات الاقتصادية اللي موجودة يعني بالنسبة للتاكسز وبالنسبة للحاجة الثانية، كاين فرص استثمار بالنسبه للمغاربه، كاين فرص ماشي غير المدى الطويل ولكن حتى المدى القصير هناك فرص استثمار وهناك فرص نمو، لان كتشوف بان السلطنه الحمد لله وما شاء الله عندها نجاح بعد نجاح. السنين الاخيره كان افتتاحت كم مشروع، الكثير من مشاريع البنيه التحتيه والبنيه الاساسيه، وكان يعني في تطوير مهم وكاين تطوير مهم جدا في السلطنة. إذن فرص الاستثمار موجودة الحمد لله. أنا بالنسبة لي شخصيا نقول لك بالنسبة لي الطيران العماني مش كإنسان من الداخل بس كنشيومر يعني كمستعمل أنا أحب أنني من نركب في الطيارة أشوف وجه من البلد اللي أنا رايح له، وفي الطيران العماني في المضيفين من جميع أنحاء العالم ولكن من عمان كمان، تلاقي فيهم عمانيين بيكلموك على بلدهم بيكلمهم على بيعطوك نصائح شو تدير. أنا عندي مثلا أصدقاء ديالي تيجيو من هنا تيكونوا غاديين الهند ولا الصين تيدوزوا نهار ولا يومين، عندي كم صديق اللي وقفوا هنا نهار ولا يومين عطلة هما غاديين للصين، المضيفين اللي هما عمانيين اقترحوا عليهم أكثر من شيء اللي أنا ما كنتش عارف. صحيح ان انا في عمان من مده قليله ولكن حسيت بان اوريدي هذه راه بحال داري وهذه هي بيتي. انا نقول لك انا شخصيا كنحب منطقه الموج اللي هي في مسقط، اللي هي منطقة سكنية متكاملة فيها متاجر، فيها الريستورانات، فيها الجولف، فيها أوتيلات، فيها مارينا، فيها البحر، فيها لابلاج، فيها كل شيء متواجد في منطقة واحدة. وأنا شخصيا كنمشي لها بزاف وكنكون فيها بزاف لأن تتعجبني كما كيقولوا بالإنجليزية وان ستوب شوت، يعني محل واحد وفيه جميع الاحتياجات ديالك، فيها المول، فيها حتى السوبر مارشي الا بغيتي تشري دونتيفريز ولا شي حاجه، كل شيء فيها. تتعجبني هذه شيء. حاجه واحده اخرى اللي تتعجبني بزاف في مسقط هي اوبرا هاوس. انا كنظن بان ما يمكنش الواحد يزور مسقط بلا ما يمشي للاوبرا هاوس وبلا ما يزور كمان كل المناطق السياحيه اللي موجوده في مدينه مسقط. مدينه مسقط عندها كورنيش جميل جدا اللي بزاف ديال الناس ما تيعرفوش على برا من هنا، والجامع الكبير في مسقط جامع جميل. حاجه واحده اخرى اللي كنصح دائما الزوار من اللي ما تيجيو من على برا هي يروحوا النزوه، لان نزوه مدينه جميله جدا وحصن جميل جدا، وهذا الحصن تم ترميمه في الثمانينات بمشاركة ومساعدة مهندسين مغاربة.
إذن هذا حسن أنا شخصياً تنحبه، أنا تمشي له تنلقى فيه مش حامل حاجة اللي عندنا في فاس واللي عندنا في المغرب، وتعجبني نشوفه، تنصح دائماً الناس بأنه يزوره، لأن كاين الوديان حداه وهذا الوديان جميلة جداً. صح، أنا أدرس كأستاذ زائر في كم جامعة في أوروبا عامة وفي إيطاليا بالخصوص وفي بلجيكا ومحلة تانية، ولكن مختص في الماركتين وفي الكوميونيكيشن، يعني الباشن ديالي، يعني أنا كان عشق السياحة والطيران من دايما، والماركتين عامة، هذا هي السبب اللي خلاني كنهتم بها في كل هذه الدول وفي كل هذه المسار اللي عملتهم واللي سكنت فيهم. الماركتين ليس محصور على جنسية واحدة ولا على بلد واحدة ولا على ثقافة واحدة، كل ثقافة عندها طريقة تسويق مختصة بها، وإحنا المغاربة الحمد لله عندنا حتى انفتاح على البلدان العالم كتير، على أوروبا وعلى أفريقيا، وهذا كي يسمح لنا بأننا نتكلم مع أشخاص بسهولة أكثر ونتواصلوا بسهولة أكثر. أنا كنتوقع بأن وكنحب وكنتمنى بأنني نشوف أكثر ديال المغاربة حتى دي كارير انترناسيونال ان شاء الله دون دومين دو ماركتين ديال الكوميونيكيشن، وكنشجعهم ان هذا دومين مهم جدا، والتسويق اليوم مش حال هذه كانوا كيقولوا الحاجه اللي مزيانه غتبيع راسها، ما بقاش هذا الكونسيبت نهائيا، الحاجه اللي مزيانه تيخصها اللي يبيعها وتيخصها اللي يروجها. إذن هناك مستقبل في هذا الدومين، كاين مستقبل فيه وكاين فيه كاين فيه ما يدار كما تنقولوا حنايا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.